أيضا مما يلحق بالأكل والشرب حقن الجسم بالدم. تصور لو أن إنسانا احتاج إلى دم، عنده فقر دم فاحتاج إلى أن يحقن دما وهو صائم، فيفسد صومه. لماذا؟ لأن الدم هو غاية وأصل الغذاء. ثم إن حقن الدم في المريض لا يجوز إلا للضرورة، إذا خشي على هذا المريض من الموت يحقن بالدم، لأن الدم محرم، فالدم محرم إلا إذا دعت الضرورة.